طيب السؤال بتاع strings بيقول لنا given two strings A و B، تمام؟ عايزك تطبع له 3 lines. طيب أول line بيبقى عبارة عن تطبع له السايز بتاع ال string A وال size بتاع ال string B، تمام؟ وفي ما بينهم space. وتاني line عايزك تطبع له ال A plus ال B لازقين في بعض، يعني عايز تطبع له string A وبعدها على طول string B من غير أي space في النص. وتالت line عايزك تاخد أول character من اول كلمه تبدله بتاني باول كاركتر في تاني كلمه، يعني هتشوف اول كاركتر هنا واول كاركتر هنا وتبدل الاتنين ببعض، تمام؟ مهم ننزل تحت. يعني هنا مثلا اول لاين تبع السايز بتاع اول كلمه 4، فعلا لو عدناهم هيبقى 4 حروف فعلا، وتبع السايز بتاع تاني كلمه، تمام؟ وتاني لاين تبع لنا اول كلمه ولازق فيها تاني كلمه على طول، تمام؟ وتالت لاين خد اول كاركتر من تاني كلمة حطه في اول كلمة، وخد اول كاركتر من اول كلمة حطه كأول كاركتر في تاني كلمة، يعني عمل كروس كده، تمام؟ طيب بيقولك شوية declarations تحت. عندنا حاجة function اسمها dot size، دي ممكن تجيب لك السايز بتاع السترينج من غير ما انت تقعد بقى تعمل arrays وتعد وكده. فانت في function سهلة ان انت تعمل dot size وتفتح brackets كده، تمام؟ فمثلا هو مسمي السترينج ايه، فانت بتكتب اسم السترينج بتاعك دوت سايز هيطبع لك السايز على طول، تمام؟ هنا مثلا انت عامل تو سترينجز A و B. طيب هو بيقول لك ان انت عملت سترينج تالت A plus B مثلا هيطبعهولك الكلمتين لازقين في بعض، تمام؟ وده اللي هو طالبه في تاني لاين. طيب السترينج ممكن يتعامل معاملة الاري، انك ممكن تكتب مثلا، يعني انت مسمي السترينج اس، فانت لو كتبت السترينج وفتحت اسمه ده سكوير براكتس كده وكتبت زيرو، ده هيطبع لك اول كاركتر في السترينج. يعني انت عندك اي بي سي، فاس اوف زيرو يعني الاس والاندكس بتاعها زيرو هيطبع لك اول حرف اللي هو ايه. طب اس اوف 1 هتطبع لك البي، اس اوف 2 هتطبع لك السي، تمام؟ بس بيقول لك هنا مثلا لو عايز تغير مثلا حرف في السترينج، بدل ما تعيد السترينج كتابتها من الاول، ممكن تكتب اس وتحط الاندكس اللي انت عايزه او المكان اللي انت عايز تغير فيه الحرف، وبعد كده تكتب ايكوال وتحط الحرف اللي انت عايزه. فهي مثلا كانت اي بي سي، تمام؟ فالاس اوف زيرو كانت بايه. طيب انت دلوقتي عايز تغيرها، فكتب لك هنا اس اوف زيرو ايكوال زد، فهتطلع لك زد بي سي، تمام؟ طيب دي شوية نوتس زيادة يعني. طيب نشوف هو اصلا بقى كان طالب مننا ايه. فاحنا اول حاجة هنعرف تو سترينجز، فانا اسميهم اس 1 و اس 2 مثلا، بعد كده نعمل لهم سي ان، تمام؟ بعد كده هو اول حاجة كان عايزنا نطبع له السايزز، فهتبقى اس 1 دوت سايز زي ما هو كان عامل، بعد كده كان عايز space، بعد كده s2 dot size، تمام؟ ولو بعد كده نعمل end line عشان ننزل line اللي بعده. طيب تاني حاجة كان طالبها ان احنا نطبعهم من غير اي spaces ما بينهم. فاحنا عرفنا الطريقة اللي هو نعمل string تالت ونخلي الاولاني plus التاني. في طريقة اسهل ان انت تعمل سي اوت ليهم، بس الفرق ان انت ما تحطش اي space بس، فدي اسهل يعني. دي هي ايكوال كده string c مثلا ايكوال s1 plus s2، يعني دي او دي مش فرق، تمام؟ طيب تالت حاجة بقى هو كان عايز ان احنا نبدل اول characters. طيب احنا عندنا function اسمها swap. swap دي بتديها المكانين الحاجتين اللي انت عايز تبدلهم ببعض. يعني انت مثلا سواب المفروض تبقى عاملة كده A و B مثلا، تمام؟ انت هنا اول حاجة يعني الحاجتين اللي انت عايز تبدلهم ببعض. طب احنا ايه اول حاجة عايزين نبدلها؟ S1 of 0، تمام؟ احنا قلنا بقى ان احنا ممكن نعملها معاملة ال array، تمام؟ والحاجة التانية اللي احنا عايزين نبدلها بيها S2 of 0 برضو. فده كده هيبدل اول كاركتر في ال S1 بأول كاركتر في ال S2، فهيعكسهم يعني، تمام؟ بعد كده نعمل سي اوت ال S1 بعد ما عملنا سواب بقى، بعد كده سبيس
بعد كده ال S2 تمام. طيب نجرب كده. فعلا طلعت لنا الثلاث حاجات اللي احنا عايزينها. طيب نجرب، نروح نعمل سبميت. جاب accepted، فبس كده تمام. طيب.